الكتابة من المواهب الجميلة اللي ممكن يمتلكها الشخص، لكن تحتاج إلى تطوير دائم ومساندة هذه الموهبة بالدراسة والقراءة واستمرارية الكتابة. راح نتعرف أكثر على هذا الموضوع لكن بعد هذا التقرير. ورجعنا لكم مشاهدينا مع ضيفتنا الكاتبة روان الشريف. يا هلا فيك في شاي الضحى. ودنا نسولف بالبداية عن بداياتك، شلون اكتشفتي هذه الموهبة، خصوصا أن كانت بداياتك في القراءة. أنا اكتشفت هواية القراءة بعمر صغير. كنت الوالد والوالدة كانوا يكملون دراستهم بأمريكا، فأغلب الأوقات كانوا يروحون المكتبة العامة عشان يدرسون، فيودوني أنا وإخواني ونقعد ونقرأ. وقضيت يعني أغلب طفولتي بالمكتبة. يعني هم يسوون تقاريرهم يسوون الأسيز والأشياء اللي لازم يسوون بحوثهم الجامعة، وأنا كنت أقعد وأقرأ. يعني كنت طفولتي أغلبها كانت بالمكتبة. شنو كانت تستهويك القراءات؟ أي قراءات كانت تستهويك؟ كنت أعيش بعالم، يعني كنت أندمج بالكتابة لدرجة بالقصة. كنت أعيش بالقصة. وشنو كانت الكتب اللي كنت تحبين تفضلينها؟ دايماً القارئ تلاقين مثلاً يحب قصص خيالية، يحب قصص علمية، يحب قصص نفسية، أو يعني مجالات نفسية. فأنت شنو كنتي؟ كنت أقرأ كل شيء. كل شيء. شوية من كل شيء، حتى الريسيرش بيبرز مالوت الوالد كنت أقرأها لهالدرجة. فكنت أحاول إني أقرأ، مرات أقرأ سيرات ذاتية، أقرأ قصص تكون نوفلز يعني روايات، كنت أقرأ بالتاريخ. فأخذت شوية من كل جانب. من كل جانب. إذا بنقول شلون دمجتي الكتابة مع القراءة؟ الكاتب عشان يكتب لازم يقرأ. فاللي كان يصير من كثر ما أقرأ وكنت وايد أحب القراءة، تمنيت إن يوم من الأيام أنا يكون عندي كتاب. فمثل ما كنت أقرأ الكتب هذه حق ناس غيري كاتبينها، تمنيت إن أنا يوم من الأيام أجرب إني أمارس وأكتب، وبيوم من الأيام يكون عندي كتاب. فكنت شوي شوي بلشت أكتب بلوج بمدونة، وشفت إن كان في يعني ردود فعل وإقبال على الكتابات اللي كنت أشارك الناس فيها، وأشوف إن يأخذون يعني أشياء كتبتي يسوونها كوت. فحسيت إن ليش لا. وهذه الاحساس يالك من طفولتك. يعني دائما يقولون الانسان من هو صغير يحدد نوعا ما مصيره من الاشياء اللي يحبها، فهذه كانت من البدايه كنت حابه تكونين كاتبه. صح. اي والله كان حلم بالنسبه لي. كان حلم بالنسبه لك. شنو اتجاهاتك في الكتابه؟ يعني كل كاتب ولا اتجاهات في الكتابه. هنقول شنو اتجاهات الكاتبه روان؟ كنت والله اكثر شيء اكتب انجليزي اكثر شيء، وكنت حابه اني اكتب شيء الكل يقراه ويفهمه. كنت ابي يعني وايد أحب أكتب paragraphs أو quotes، مقولات تحفيزية من أشياء تعلمتها. فبنفس الوقت كنت حابة أن الكل يقرأ والكل يفهم. فأكثر شيء أكتب quotes وأبسطها كثر ما أقدر على أساس الكل يفهم، تكون سهل، والجمهور اللي يقرأ لي أكثر شيء يكونون غير ناطقين بالإنجليزي، أو الإنجليزي تكون لغة ثانية بالنسبة لهم. فكنت حابة أن الكل يفهم وأني أسهل اللغة، عشان حتى اللي بس مثلا يقرون بالعربي يتشجعون يقرون بالانجليزي. نقول ان اليوم قاعد نشوف ان الكاتب دائما يتواجد مع الكتاب للتوقيع لاصدار الكتاب، فمدى اهميه وجود الكاتب في معرض الكتاب وانه يكون متواجد في اصدار هذا الكتاب، هل تحسين ان هذه لها اهميه؟ هو اكيد لها اهميه، عشان مرات القراء عندهم اسئله او يبون يلتقون بالكاتب نفسه. بس الأمانة أنا ما أحب إني أشارك المعارض، يمكن هالشيء شوي غريب. ليش؟ أحس خلاص شاركت، يعني نزلت الكتاب. الحمد لله شاركت بمعارض بالإمارات، بالكويت، بحرين. فأحس كل ما أدري كل كتاب له مشاركة واحدة، ما له داعي إن كل مرة أشارك وأنا مو منزل شيء جديد. يعني مو لازم تشاركين عشان مثلاً تشرحين أكثر عن الكتاب، لأن أوكي مو كتاب جديد بالنسبة لك، بس ممكن يكون ناس جديدة بالنسبة لهم. صح. له. بس يعني بالنسبة لي الريدرز أو القراء اللي يقرون كتاباتي وايد يعني وايد أحبهم. فأحب إني أكون على تواصل معهم، فإذا أحد عنده سؤال أو شيء يعني دائما أحاول أكون يعني easy to reach أو to communicate with my readers. تكون متواصلة معهم من خلال التواصل الاجتماعي دائما، يعني أنت يعني دائما حاضرة معهم أبديت أول بأول. فكنوع من عشان أنا أتشجع إني أنزل شيء جديد، شوي ما قاعدة إني أشارك بمعرض لما أنزل كتاب الثاني. عادة لما تأخذين وقت من كتاب لكتاب على ما تنزلين، ممكن نقول إيش كثر تأخذين وقت؟
ما اقدر اعطيك وقت محدد. ما عندك وقت، مجرد ما تيلك الرغبه انك تصدرين ممكن تظلين فتره ما عندك رغبه انك تصدرين فتظلين واقفه. زين اذا بنقول شنو السر وراء كلماتك اللي انت اخترتيهم اللي هي رايت ريد ايديكيتد فشنو السر وراء اختيارك هذه هي اللي هي اكتب وتعلم واقرا؟ والله انا وايد احب هالثلاث كلمات ريد رايت ايديكيت. القراءة تعني لي وايد اشياء، يعني طفولتي كلها كنت اقضيها وانا اقرا. بس ليش اخترتي هالكلمات؟ اخترت لان يعني اللي يبي يكتب لازم يكون قارئ. والقراءة بالنسبة لي وايد مهمة، يعني شلون الواحد يتعلم عن سواء مجاله او الحياة او ايا كان اذا ما كان يقرا. والكتابة هي بالنسبة لي وسيلة تعبير، يعني شلون الواحد يعبر عن نفسه ويشارك الناس برسالته. فالكتابة بالنسبة لي مو بس يعني بالجوانب الأكاديمية، حتى بكتاباتي هي تكون طريقة تعبير. والإدوكيشن أنا مجالي هو التربية، فالإدوكيشن هم متعلق بريدينج وبرايتينج، فبالنسبة لي هالثلاث أشياء مرتبطة ببعض. وأنا أعتقد أن الإنسان لما يقرأ طبيعي راح يتعلم، لأن في القراءة راح يتعلم معلومات كثيرة. لكن إذا كتبها راح يأكد هذه المعلومات في تفكيره أكثر وأكثر، فيمكن هذه من وجهة نظري. اليوم نقول أن أي إنسان يقدر يصير كاتب، لأن أنت قاعد تعطين دورات للمدربين وتنظمينها، فهل تعتقدين أن أي شخص ممكن يكون كاتب ولا لازم ممارسة ولا لازم تكون موهبة؟ هو أكيد لازم يكون في ممارسة، يعني أي إنسان ينولد وعنده موهبة ما رح يكون professional أو يحترف بالموهبة هذه إلا إذا كان يمارس. يعني كل موهبة تحتاج ممارسة، فأنا أشوف إنه لا، كل واحد ممكن يكون كاتب، كل واحد ممكن يكون ممكن كاتب، ممكن ليش لا، أو قارئ على الأقل. يعني هو قارئ أكيد كلنا راح نكون قراء. لا والله تصدقين، يعني وايد شفت في ناس عندهم صعوبة بالقراءة. ليش؟ يعني يمكن شنو الصعوبة اللي ممكن يلاقون؟ يعني إذا المحتوى كان كثيف أو وايد صعب إنه يفهمونه، تلاقينا عادي يقرأ أول صفحة من الكتاب ما يكمل. فأنا شفت يعني كتابي وايد بسيط، لأن أبي الفئة هذه تتشجع إنها تقرأ. وايد ناس عندها صعوبة بالقراءة، فممكن يكون عند الصعوبة جاية من أنهم قاعدين يختارون الكتب اللي ما تتناسب معهم. صح. وممكن ما تعودوا إنهم يقرون من طفولتهم. وبعدين قلتي من الأهل، كل شيء صار سهل، يعني بالتويتر تعودوا انه بس يقرون جمله او جملتين. يعني وايد صعب انه يمسكون كتاب. عصر السرعه الحين لازم ما يطولون في الكتاب، لازم يكون كلمات قصيره. لا انا اعتقد ان مثل وجودك انك تشجعين الناس وتعطينهم هالدورات ان تقدر تكون انت كاتب من خلال قراءتك، فشيء جميل. شلون تنظمين، نسولف عن تنظيم الدورات عندك؟ الدورات والله الدورات بلشت معي لان كان في اكونت بانستغرام كلموني إن شنو هم يكتبون البحوث حق الطلبة. زين، فإن شجعينا وأنتي تدعمين التعليم والقراءة والكتابة، فشجعينا وحطي بوست. زين، شلون أشجع الواحد إنه يقشش الطلبة؟ حسيت الشيء هذا كان غير أخلاقي، فحبيت إني أقدم شيء، يعني بما إنه في صعوبة حق الطلبة إنهم يكتبون بحوث، خل أنا أسهل عليهم العملية. لأن للأمانة الكتابة بريسيرش بيبرز بكونتنت بواتيفر إتس شيء وايد سهل بالنسبة لي، فما أفهم ليش الواحد يضطر إنه يدفع حق شخص أو جهة عشان يسوي له الأسئلة أو البحث هذا. صح. فحبيت إني أسوي دورة تسهل حق الطالب الخطوات اللي لازم يتبعها عشان يكتب ريسيرش بيبر، والحمد لله يعني كان القبول وايد حلو، اللي حضروا وايد استفادوا، ولليوم أنا متواصلة معهم بالإيميل. والحلو ان انا يعني اشرح لهم بالعربي وبالانجليزي، فاللي جايين وعندهم صعوبه بالكتابه بالانجليزي اقدر اشرح لهم بالكويتي او بالعربي شيء اللي مو فاهمينه. طبعا نقول في ختام هذه الحديث كلمه اخيره تقولها الكاتبه روان الشريف. والله لا، يعطيكم العافيه ومشكورين على حسن الاستماع. يعطيك العافية. ومشاهدينا نشكر ضيفتنا الكاتبة روان الشريف، وخلينا ننتقل مع دلال الريج زميلتي.